أهلا بيكم. لو عاوز تشتري سيارة جديدة أو مستعملة، ربع نقل أو ملاكي، يبقى أنت في المكان الصحيح، لأن قناة عربيات بتقدم أكبر خدمة لبيع وشراء السيارات على الإنترنت. كل اللي عليك إنك تفعل زر الجرس وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بيكم إخواننا الكرام، يا رب تكون خير وصحة وسعادة إن شاء الله. مع حضراتكم هاني فرج من قناة عربيات. النهاردة إن شاء الله موضوعنا هيكون عن عربية شيفروليه دبابة موديل العربية 2019 مستعملة للبيع في مصر. هنقول لحضراتكم على بعض المواصفات الخاصة بالعربية وكمان سعر العربية وكمان طرق التواصل مع صاحب العربية. ولكن قبل ما نتكلم على كل الأمور الخاصة بالعربية اللي معنا النهاردة، لو حضرتك أول مرة بتشوفنا على القناة ياريت تشترك في القناة وكمان تفعل زر الجرس علشان يجي لحضرتك كل الفيديوهات اللي بننزلها على القناة. يلا بينا على بركة الله نقول لحضراتكم على بعض المواصفات الخاصة بعربية شيفروليه دبابة موديل العربية 2019. العربية فيها عداد شرعي 7500 كيلو فقط. العربية فيها صندوق الطحان ثمنه جديد لوحده فوق 20,000 جنيه. العربية كسر زيرو. العربية أعلى فئة. العربية فيها تكييف وفجات وزجاج كهرباء. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية شيفروليه دبابة موديل العربية 2019. سعر العربية 285,000 جنيه. سعر العربية 285,000 جنيه، وعلى فكرة السعر نهائي. هنقول لحضراتكم دلوقتي على طرق التواصل مع صاحب العربية. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 0155-322-79. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 0155-322-79. موضوعنا النهاردة خلص. استنونا في موضوع جديدة وأخبار جديدة على قناتكم على اليوتيوب قناة عربيات. لو عجب حضرتك الفيديو واستفدت منه ما تبخلش علينا بلايك وكمان تفعل زر الجرس علشان يجي لحضرتك كل الفيديوهات اللي بننزلها على القناة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.